وهعمل دلوقتي شوربه البطاطس بالكريمه. يستاذن فريق الاعداد مقادير شوربه البطاطس بالكريمه على الشاشه، كرفس بلدي. ومعانا بطاطس وكريمه لباني في المقادير، وبصل وتوم. مقادير بسيطه وسهله. حلو الكلام. هنمسك البطاطس دي نقطعها مكعبات صغيره، ولك الاختيار انك انت تفرميها بعد ما تستوي او تقدميها زي ما هي حسب الرغبه. ميزه شوربه البطاطس دي يا عم الشيف ان هي ما بتاخدش نشويات، ما بتاخدش نشا ولا دقيق، فهي بعضيها كده بيبقى لها القوام بتاعها.